بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هلا رح نشرح المحاضرة الرابعة من محاضرات دكتورة غدير. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله. هلا نيجي على أفخم سلايد لأنه مكرر في كل المحاضرات، أول ما نشوفه هيك خلص انتصار نحس يعني فرحة. تمام، اللي هو إيش تبع إنه النورمال سيل بتكون بالهوميوستاسيس، بس عندي إنجرس ستيمولاي فبيؤدي انه حدوث ريفيرسبل انجري. اذا كان هذا الانجري سيفير وبروجريس يعني وصل له يعني بروجريسيف، الريفيرسبل انجري بعدين الخليه بتموت يا بالابوبتوزس او بالنكروسس. اليوم رح نحكي مين اللي عن ايش، عن الابوبتوزس. تمام، هلا الابوبتوزس هو زي ما بيقولوا سويسايد، يعني كانه انتحار، كانه الخليه تنتحر. فهو بروجرامد سيل ديث ريجوليتد سيل ديث، يعني انه موت مبرمج. ماشي، بروجرامد سيل ديث، موت ايش؟ دقيقة، موت هاي موت مبرمج. تمام تمام. هلا هلا بحكي لي انه هو الباثوي اوف سيل ديث ان ويتش سيل ايش تعمل اكتيفيت للانزيم ذات ديجريد ذا سيلز اون نيوكليير دي ان اي اند نيوكليير اند سيتوبلازميك بروتين. كيف يعني؟ على فرض انه هون عندي هاي الخلية ماشي وبدها تموت، فكأنها بتودع، فبتروح مين بتنادي؟ بتروح بتعمل اكتيفيشن لمين؟ للانزيم. بتقول لهم تعالوا خلص انا ما انا مطوله بهالدنيا، تعالوا خلص خذوا النيوكليير دي ان اي تاعتي، خذوا النيوكليير نفسها وخذوا السيتوبلازميك بروتين. تمام، فبحكي لي انه اذا السيل هي بتعمل لي اكتيفيشن للانزيمات اللي بتعمل لي ديجريد السيلز اون النيوكليير دي ان اي النيوكليير والسيتوبلازميك بروتين. تمام تمام. كلمه ابوبتوسيس باليوناني معناتها فولينج اوف، يعني كأنه خلص الخلية انتهت، سقطت. تمام، خلص يعني ما في منها أمل. طبعا هذا الأبوبتوزيس كان بي باثولوجيك أو فيسيولوجيك، ورح نحكيها هلا بالمحاضرة مين الباثولوجيك ومين الفيسيولوجيك. تمام تمام. does not إيش إليكت إنفليميشن، على عكس النيكروسيس. النيكروسيس حكينا بيؤدي لحدوث إنفليميشن، ولكن هون عندي الأبوبتوزيس لا يؤدي إلى حدوث إيش الإنفليميشن، ما بسبب لي انفلاميشن. حتى لو كان pathologic apoptosis ما بسبب لي انفلاميشن. اوكي اوكي. هلا اللهم صل على سيدنا محمد. هلا نيجي نحكي اوش عن الفسيولوجيك. الفسيولوجيك كالتالي، اللهم صل على سيدنا محمد. اول اشي عندي اول حال هو during الامبريوجينيسيس، خلال تكوين الامبريو. تمام، هلا الميكانيزم تاعت الابوبتوزيس بتكون انه ايش، انه بقل عندي الجروث فاكتور سيجنالينج. تمام، طبعا رح نلاقي اغلبهم انه بقل عندي الجروث فاكتور سيجنالينج. ماشي، اول شيء له علاقه بالجروث فاكتور، خلينا نشوف كيف بقل عندي. اول وحده ايش الجروث فاكتور سيجنالينج، اللي هي ايش البريسيومد ايش ميكانيزم. تمام، كيف هلا بنجيها على الرسمه هون نفهم. هلا بالاصل الجنين الاصابع تاعونه دقيقه هاي الاصابع تاعون الجنين الاصل يكونوا ملزقات في بعض، يعني ما في فراغ ما بين كل اصبع واصبع. تمام، مشان هيك حتى في بعض الاطفال اللي بينولدوا الاصابع تبعتهم بتكون ملزقه في بعضها، بكون عندهم يعني خلل، ما صار عندهم ابوبتوزيس للمنطقه هاي اللي هي ما بين ايش اللي هي المنطقه هاي اللي بين الاصابع. تمام تمام. فبحكي لي انه during الامبريوجينيسيس تندي implantation or organogenesis development developmental involution و separation of digits الأصابع في limb development. تمام، كل هاي بصير أثناء الإيش embryogenesis. تمام، إحنا mainly اللي منركز عليها من بين هذول كلهم يعني مثلا organogenesis والdevelopmental involution يعني separation of digits in the limb، واللي صورتنا عليها اللي هي هاي اللي هي تبعت separate of the digits in the limb of development. تمام، هلا احنا حكينا ممكن برضو مثال اخر على الامبريوجينيسيس اللي هو تاعت علوم صف رابع الضفدع وابو ذنيبه وحالتهم حاله، بتذكر لما كنا ناخذه هو هاي انه ابو ذنيبه وبس يكبر بروح له الذنيبه اللي هو الذيل وهاي وهكذا. تمام، فبحكي لي انه ان ادلت ملتي سيلولر اورجانيزم سيل ديث از ا ريجولار اوكيورنس ان هيومن. تمام تمام، وهاي اللهم صل على سيدنا محمد، هذا الدث تاع السل في الخلايا الملتي سيلولر اورجانيزم تحدث كل ساعه. يعني اي كائن حي متعدد الخلايا منهم احنا راح يصير عندنا سيل ديث بصوره ريجولار، بصوره منتظمه كل ساعه. لهيك احنا مثلا مرات بيحكوا جلد ميت، هالاشياء هاي كلها من
يعني هي كلها ابوبتوسس ترجع تمام. فكل ساعه في اي جسم من اجسام الكائنات الحيه متعدده الخلايا راح يكون عندها ايش؟ يكون عندها سيل ديث بصوره ايش؟ ريجولر. طيب ثاني نقطه اللي هي تيرن اوفر اوف بروليفيريتيف تيشو اللي هي الانتستينال ابيثيليوم لينفوسايت امبومر وان ثايمس اللي هي ايش؟ اللي هي نفس اللي حكيناها مثلا انه صار عندي بروليفيريشن للانتستينال ابيثيليوم الليمفوسايت ما في عندي خلايا في عندي مش عندي مثلا من الليمفوسايت اذا خليه مثلا خاص انا ما بدي اياها بقتلها ماشي. الانتستينال ابيثيليوم الابيثيليوم كل فتره وفتره بتجدد ماشي هيك او حتى السكن بشكل عام السكن بتغير كل فتره ماشي بتجدد حاله وهكذا. الخلايا المتبقيه او اللي يعني اللي خلص ما بدي اياها هاي بتصير ابوبتوسس. ونفس السبب لوس اوف جروث فاكتور سيجنالينج اللي هي ايش هاي بريسيومد ميكانيزم تمام. ثالث نقطه اللي هي ايش انفوليوشن اوف هرمون ديبندنت تشو اللي هو الاندوميتريوم. هاي ايش هاي في البيريود بتاعت يعني عند الست تمام مش كل شهر يعني بيصير عندي ايش بيصير عندي ديكريز في الهرمون ليفل هم الاستروجين والبروجستيرون والاف سي اتش شيء زي هيك. المهم هاي بتؤدي انه بقل عندي السيرفايفل سيجنال فبالتالي طبقه الاندوميتريوم ماشي يعني بصير لها ابوبتوزيس تمام وبتؤدي انه بصير عندي بليدنج وهيك تمام تمام. رابع نقطه اللي هي decline of leukocyte number at the end of immune inflammatory response. هاي اخذناها في الاميون هسه انا عندي مش احنا قلنا خلايا التي لينفوسايت وخلايا البي لينفوسايت بيخضعوا لي لامتحانات واللي بنجح يعني بوديه للمرحله اللي بعديها. طب اللي برسب شو بسوي فيه؟ بعمل له ابوبتوزيس تمام تمام. ليك حكى لي decline of leukocyte number at the end of immune and inflammatory response. طبعا هون شو الميكانيزم انه loss of survival signal نفس هاي هذول مع بعض وهذول مع بعض هذول growth factor signaling والendometrium وتبعت الليكوسايت ايش بتكون survival signal ماشي as ايش stimuli for leukocyte activation is eliminated تمام. اخر نقطه اللي هي شو elimination of potentially harmful self reactive lymphocytes. في نفس الفكره مش انا عندي خلايا تي وبي في خلايا منهم ما بيميزوا حالهم يعني لما تيجي تجيب خليه جسم بتروح بتهاجمها وحالتها حاله فهاي بترسم في الاختبار ماشي. واصلا هاي اذا ما رسبناها وعملنا لها apoptosis بتسبب لي ايش بتسبب لي اللهم صل على محمد هي الاميون ديزيز هاي الاوتو اميون ديزيز تمام تمام. هاي عن شو الميكانيزم so strong recognition of self antigen induce apoptosis by both the mitochondria and death receptor pathway. شو الميتوكوندريا والديث ريسبتور pathway صبركوا علي هلا هاي رح نعيها اصلا باقي تقريبا المحاضرة تمام تمام. اوكي حكينا هاي هلا الباثولوجيك الباثولوجيك وان كالتالي الباثولوجيك اول شيء عندي الدي ان اي دامج ممكن انه الدي ان اي يعني يصير له دامجنج معين فهون ايش اكتيفيشن اوف برو ابوبتوتيك بروتين عن طريق البي اتش 3 اونلي سنسور. نركز البي اتش 3 ماشي كثير مهم و يعني هلا كمان شوي رح نحكي عنه بس انه من هلا اذا اول مره ندرس المحاضره نحطه في بالنا انه في عندي شيء اسمه بي اتش 3 هو له علاقة في اغلب الباثولوجيك ايش ابوبتوسيس تمام تمام. هاي الدي ان اي دامج تمام تمام. فانا لما بحفز هذا البي اتش 3 فورا بصير عندي ابوبتوسيس للدي ان اي اللي صار له دامج. ثاني شيء اكيوميليشن اوف ميس فولد بروتين. ايش يعني اكيوميليشن اوف ميس فولد بروتين؟ هلا انا مش في عندي خطوة او عملية اسمها عملية الفولدنج للبروتين بحيث اني احوله من برايمري لسكندري بعدين لتيرشري تمام وعند الكوترنري بس ما علينا. الفكرة انه هلا مش ممكن وانا قاعد طبعا فكرة الفولدنج انا يعني زي اطعوجه ماشي زي كأني في عندي اواعي وقاعدة بصفط فيهم ماشي زي هيك. هلا اذا صار عندي مثل الفولدنج يعني انا خربطت بهذا الفولدنج تمام فطلع عندي بروتين يعني اهبل يعني مش مزبوط تمام. فصار عندي accumulation للميس فولد of ميس فولد بروتين تمام. هون ايش لازم يصير؟ يصير apoptosis تمام تمام. فإذا صار عندي accumulation للمسفولد بروتين صار عندي إيش apoptosis لهذول البروتينات اللي ما صار لهم folding بصورة صحيحة. فهون عندي نفس الفكرة activation of pro apoptotic protein عن طريق ال BH3 only
سنسور possibly direct activation إيش الكاس بيسز اللي هو هلا برضه رح نحكي عنه شو الكاس بيسز، ولكن بما معناه إنه البي اتش 3 له علاقة هو بحفز للكاس بيسز. ماشي. طب هلا الانفكشن especially certain viral infection، ليش ليش يعني الفيرال انفكشن، ليش مش انفكشن ثاني؟ لأنه الفيرال انفكشن بيعمل لي ايش، بيعمل لي انتجريشن. ماشي. بيعمل لي ايش، بيعمل لي انتجريشن للدي ان اي تبع الهوست اللي راح يروح عليها، فبالتالي ايش طبعا ليش، مشان انه يتكاثر يعمل لي ريبليكيشن. تمام تمام. فهو راح يعمل انتجريشن للدي ان اي تاعت الخليه وراح يغير فيها وراح يخبص الدنيا جوا الخليه، فبالتالي من السهل او يعني الخليه فورا تقدر انها تميز انه لا هون في عندي فيرال انفكشن، فورا تروح تعمل ابوبتوزيس للخليه المصابه. فعندي هون برضه هون ايش الاكتيفيشن بصير عندي بالميتوكوندريا باثوي باي فيرال بروتين كيلينج اوف انفكتد سيل باي سايتوتوكسيك تي لينفوسايت ويتش اكتيفيتد ايش الكاس بيسز. يعني هون عندي الاكتيفيشن بيكون الميتوكوندريا باثوي، تمام، عن طريق مين، عن طريق الفيرال بروتين كيلينج اوف افكتد سيل، لانه انا عندي حكينا الفيرال عن طريق فيرال بروتين اللي بيعمل لي كيلينج للافكتد سيل، عن طريق ايش انه التي لينفوسايت، التي لينفوسايت هي اللي حتعمل لي اكتيفيشن ليش للكاس بيسز. تمام تمام. اذا هون انا عندي بما معناه ميتوكوندريال باثوي، الميتوكوندريال باثوي هذا راح يؤدي انه يصير عندي ايش يعني ينفع السيتوتوكسيك تي لينفوسايت، السيتوتوكسيك تي لينفوسايت هي راح تعمل لي تحفيز ايش للكاس بيسز. تمام تمام. هلا بحكي لي انه البلازما ميمبرين ريمين انفكت في هلا هون زي كانه بحكي زي هل تعلم تمام معلومات عن الابوبتوزيس بشكل عام. بحكي لي انه في الابوبتوزيس البلازما ميمبرين بيظلوا يعني انتاكت، يعني البلازما ميمبرين ما بتاثر، لهيك انا ما بكون في عندي انفلاميشن. زي ما بيحكوا مثلا على فرض انه البلازما ميمبرين هو البيت، ماشي، وصار في مشكله جوا البيت. ماشي. هلا اذا المشكله هاي تبعت جوا اللي جوا البيت طلعت من البيت، راح يفزع كل الجيران، راح يصير فضيحه في الحاره وحالتهم حاله. مين الجيران والحاره والفضيحه؟ هم الانفلاميشن. ولكن طول ما هو البلازما ميمبرين انتاكت ومشاكلهم بينهم وبين حالهم، ما الانفلاميشن ما بيعرف عنها وما بتدخل. تمام تمام. قلبناها برنامج مجتمع هاي اجتماعي. المهم هلا الابوبتوتيك بودي، الابوبتوتيك بودي شو قصتها؟ هو كونتين portions of the cytoplasm and the nucleus، تمام، become target for phagocytosis before their content leak out. مش احنا قلنا انه في حاله الابوبتوزز الخليه نفسها بتنادي الليكوسايت والفاجوسايتوزز وهي الاشياء مشان انها يعني تاكلها او انه خلاص تقضي عليها. ماشي. فهاي لها علاقه في الابوبتوتيك بادي. بقول لي انه الابوبتوتيك بادي هو عباره عن قطع من السيتوبلازم والنيوكليوس. هاي السيتوبلازم والنيوكليوس بتم بيكم تارجت، بتصير الهدف اللي راح يهاجم الفاجوسايتوزز قبل ما اصلا هاي الكونتنت تطلع لبرا. تمام تمام. فنورمالي there is a biochemical pathway that control the balance of death and survival inducing signal. بحكي لي خلاص هاي المعلومة خلصنا منها. حكينا نفس المعلومة اصلا بالانترودكشن بالبداية اول سلايدين والاول سلايد، انه في عندي اشي اسمه apoptotic body. هذا apoptotic body بيصير له يعني بيعرف عنه الفاجوسايتوزز قبل ما انها تطلع لبرا. ليه؟ لان الخلية اصلا هي بتنادي الفاجوسايتوزز انه انا بدي اموت، تعالوا ايش خلاص انه اقضوا علي. ماشي تمام. هلا بحكي لي انه بشكل طبيعي في عندي بايوكيميكال باثوي، هاي البايوكيميكال باثوي هي بتعمل لي كنترول للبالانس اوف ايش ما بين الديث والسيرفايفل انديوسينج سيجنال. في عندي السيجنال بتحفز الخليه انها انه تو سيرفايف وانها تضلها عايشه، وفي عندي سيجنال بتحفز لي انها ايش تموت. فبشكل عام بصوره طبيعيه في عندي بالانس ما بين اللي بيموت واللي بيضل عايش. تمام تمام. هلا الابوبتوزيس از ريجوليتد باي ذس باثوي، عن طريق هذا الباثوي اللي هو اللي بيوازن ما بين الحياه والموت. فلما بصير عندي ايش، لما انا بدي اعمل الديث باثوي، لانه انا بحكي عن ابوبتوزيس، بعمل اكتيفيشن لانزيم اسمه كاسبيزز ثرو تو مين باثوي. تذكروا هون لما حكيت لكم ما تخافوا هينا هيو ذكروا هون لما حكيت لكم ما تخافوا هي راح يجي علينا ميتوكوندريال وريسبتور باثوي تبعون الليمفوسايت والاميون اوتو اميون ديزيز. هيها هون انه انا عندي الابوبتوزيس از ريجوليتد
by this pathway. فبالتالي بتحفز لي شيء إنزيم اسمه caspases through each two main pathway. شو هذول two main pathway؟ الميتوكوندريال pathway لأنه ميتوكوندريا جوا الخلية اسمه intrinsic، والdeath receptor pathway لأنه الريسبتورات يعني في إنه على الأغلب بتكون برا فاسمه إيش extrinsic. تمام؟ فا intrinsic pathway هو الميتوكوندريال pathway، extrinsic pathway هو death receptor pathway. تمام؟ هلا رح نيجي نحكي عن شو؟ هلا رح نيجي نحكي عن الانترنسيك باثوي اللي هو الميتوكوندريال باثوي. بحكي لي ان موست فيسيولوجيكال اند باثولوجيكال اللهم صل على محمد سيتويشن ايش بلاقي؟ بلاقي عندي الميتوكوندريال باثوي. تمام. فبحكي لي انه هون حكينا اتفقنا عليها انه هو في اغلب الحالات الفيسيولوجيك والباثولوجيك سيتويشن بكون عندي ايه؟ تكون عندي الميتوكوندريال باثوي. هلا الميتوكوندريا بتحتوي لي على ايش؟ على سيفيرال بروتين كابابل اوف انديوسينج الابوبتوزيس. هذول ايش اسمه سيتوكروم سي. تمام. اذا في الميتوكوندريا عندها جواها شيء اسمه سيتوكروم سي، هذا سيتوكروم سي عنده قدره انه يعمل لي ايش؟ انه يحفز لي عمليه الابوبتوزيس. هلا لما تزيد عندي الميتوكوندريا بيرميابيليتي ماشي بيطلع سيتوكروم سي. ما هو البيرميابيليتي يعني انه لو كان مثلا هيك ماشي بصير هيك. تمام تمام. فمين بيطلع؟ بيطلع مين؟ بيطلع عندي السيتوكروم سي. حلو. تمام. هلا السيتوكروم سي لما بيطلع بيعمل عندي ايش؟ تريجرينج للكاسبيز 9، وهذا الكاسبيز 9 رح يعمل لي ايش؟ اكتيفيشن للابوبتوسيس. تمام تمام. اوكي اوتر لاير انر لاير، وهي طلع هون عندي شايفين زاد البرميابيليتي، طلع عندي السيتوكروم سي. سيتوكروم سي ايش رح يحفز لي؟ الكاسبيز 9، وبالتالي يحفز الابوبتوسيس. تمام. هلا رح نحكي عن شو؟ عن البي اتش 3 بروتين. تمام. هلا شو بحكي؟ بحكي لي البي اتش 3 بروتين، دائما قبل كنا نحكي بي اتش 3 اونلي، هي اونلي. ليش كنا نحكي بي اتش 3 اونلي؟ هلا رح نحكي لانه انا عندي في عندي جروب اوف سنسور هذول اسمهم بي اتش 3 بروتين. A group of sensor called BH3 protein because they contain the third domain seen in the BCL family. في عندي BCL family. تمام. فكنا نحكي BH3 protein only لأنهم هم بيحتوى على شو؟ على third domain. هم اللي بيحتوى على third domain من عيلة BCL family. فهمنا كيف؟ تمام. هلا ال activated when؟ متى بصير لهم activation؟ لما ال cells are ايش؟ deprived of growth factor and survival signal. لما السل يصيرها exposed to agent that damage the DNA. هلا رح نشرحهم واحدة واحدة. لما السل يصيرها accumulate ال unacceptable amount of misfold protein ماشي. هذول الثلاث حالات كيف يعني؟ هذول اشرحهم كالتالي. انا متى بصير عندي activation لل BH3؟ ال BH3 بصير له activation في الحالات الآتية. اول اشي دمع، مش احنا حكينا هي مو اصلا هون كان اول حاله تبعت الدي ان اي دامج، فهي انه يصير عندي دامجنج للدي ان اي. تمام. اللي هي سيلز ار اكسبوز تو ايجنت ذات دامج دي ان اي. تمام. يعني خليه تعرضت لايجنت دمر عندها الدي ان اي فبطلت محتاجه لها فبدي اعمل لها ابوبتوزيس. ثاني اشي اذا صار عندنا قلنا اكيوميليشن لان اكسبتبل اموت اوف مس فولد بروتين، خلايا بروتين قصدي ما صار لها فولدنج صح وتجمعت لي وبدي اتخلص منها بدي اعمل لها ابوبتوزيس. مين بشر مين مين بحفز البي اتش 3. ثالث اشي خلايا مش قاعد بيصلها لا جروث فاكتور ولا سيرفايفل سيجنال، فكانه الجسم بقول لي تخلص لي منها، هاي برضو بتحفز لي البي اتش 3. تمام. هلا they turn the shift of life sustaining balance in favor of pro apoptic هاي باك وباكس. يعني هي هاي الثلاث عوامل بتحول لي الخليه من حاله انه ايش؟ انه انا بدي اخليها تعيش لحاله انه انا قاعد بايش بفضل انه يصير لها pro apoptic back and backs. هلا رح نحكي عنهم، بس يعني الفكرة انه هاي ثلاث اشياء بتحول للخلية او ثلاث اشياء لما تكون موجودة بتحفز للبي اتش 3 اللي رح يعمل تحفيز للابوبتوزيس ويحول للخلية من وضع انها عايشة لوضع انها رح تموت. تمام تمام. هلا نركز هون بهذا السلايد لانه رح نلخص فيه اغلب الميتوكوندريال باثوي، نركز شوي شوي وهلا ان شاء الله رح نقدر انه نفهم كل الموضوع. في عندي اشي اسمه البي سي ال فاميلي. تمام تمام. هلا بحكي لي افاميلي اوف مور ذان 20 بروتين بروتوتايب از بي سي ال 2 ماشي. هاي العيله هاي ماشي كنترول ذا بيرميابيليتي اوف ذا ميتوكوندريا. تمام.
من عيلة شو؟ عيلة البي سي ال فاميلي. تمام. تمام. هلا هذول بيتحكموا لي، البي سي ال هم اللي بيتحكموا لي بالبيرميابيليتي اوف ذا ميتوكوندريا، اذا هو متصل او اذا بدهم اياه ايش يكون مقطع، يعني انه مور بيرميابل. تمام. هلا في عندي مسارين في العمل، يا اللي هو المسار الابوبتوسيس او اللي هو البرو ابوبتوتيك، يعني بدي اخليها تروح الابوبتوسيس او بدي احافظ عليها اللي هي ايش الانتي ابوبتوتيك. تمام. البرو ابوبتوتيك ممبرز اوف ذا فاميلي، مين اللي من البي سي ال فاميلي تبعون البرو ابوبتوتيك اللي هم الباكس والباك. تمام. هلا هذول ايش بيعملوا لي؟ مش احنا حكينا قبل شويه انه في عندنا بي اتش 3 بروتين، هذا البي اتش 3 قلنا بيزيد البيرميابيليتي بتاعت الميتوكوندريا. تمام. فاكتيفيتد باي مي ماشي، بيزيد قلنا البيرميابيليتي بتاع الميتوكوندريا. طب كيف بيعمل اللي كذا؟ التالي ركز شوي، في عندي بي اتش 3 بروتين. تمام. بحفز لي هذا مين؟ بحفز لي الباكس. تمام. واخوه اللي هو الباك، هذول اخوان باكس وباك. تمام. لما الباكس والباك بتحفزوا لي بيعملوا لي دايميرايزيشن، يعني بغير تغير شكلهم، فبروحوا لي على الميتوكوندريا على السطح تاع الميتوكوندريا وبيعملوا لي شانل. هاي الشانل ايش تعمل؟ تعمل لي بتطلع لي السيتوكروم سي اللي كنا قبل شوي نحكي عنه. مش كنا نحكي لما السيتوكروم سي يطلع، هاي كنا نحكي انه لما السيتو لما سايتوكروم سي يطلع راح يحفز لي الكاسبيز 9، وهو راح يعمل لي تحفيز مباشر للابوبتوزيس. هي وين دقيقه فلما يتحفز لي الكاسبيز السايتوكروم سي يطلع راح يروح يشبك لي مع شو؟ مع الكاسبيز 9، والكاسبيز 9 هي راح تعمل لي ابوبتوزيس. فهمنا كيف؟ تمام. هيك لو انا بدي اروح باتجاه الابوبتوسيس، لو بدي اعمل انتي يعني عكس ضد الابوبتوسيس، انتي ابوبتوتيك ميمبرز، مين هم؟ بي سي ال 2 وبي سي ال اكس ال. كيف بدنا نحفظها؟ لما الواحد بوكل وجبتين شاورما بصير يلبس الاواعي تاعونه انه بصير يلبس اكس لارج، يعني بنصحه بصير انه اواعي اكس لارج. تمام. اذا وجبتين شاورما بصير الاواعي اكس لارج. ماشي. تمام. مش معي بس مشان نحفظهم والله. تمام. فلما الحدا بوكل وجبتين شاورما بدل وجبه بصير ايش يلبس اكس لارج. تمام. هلا produced in response to growth factor and survival signal، مين اللي بيحفز لي هذول البي سي ال 2 واكس ال؟ لما يكون عندي growth factor والسيرفايفل سيجنال بتقولها بتطمنهم، بتقولهم لا خليكوا كملوا مسيركم، احنا معكم، احنا الgrowth factor والسيرفايفل بدنا اياكي يخليك تعيشي. تمام. فمينتين ذا انتجريتي اوف ميتوكوندريال ميمبرين، بحافظ لي على الانتجريتي تاعت الميتوكوندريال ميمبرين، وبعمل لي هولدنج للبرو ابوبتيك اللي هن الباك والباكس. تمام. بخلي لي اياهن ان تشيك. تمام. يعني بمنع لي البرو ابوبتيك وبحافظ لي على شو؟ على الميتوكوندريال ميمبرين. تمام. هلا عندي ايش؟ عندي الاكسترينزك باث واي. الاكسترينزك باث واي هي ايش؟ الديث ريسبتور باث واي. شو قصه هذا اللي هو الاكسترينزك باث واي؟ اول شيء مبدأ الكونسبت تاعه على بيشتغل على فكرة الريسبتورات. تمام. هلا في عندي خلينا منها التيومر نيكروسيس فاكتور اللي هو التي ان اف، هذا الريسبتور فاميلي. تمام. خليها هون تي ان اف، وفي عندي ايش اسمه فاز. هي ذا بروتو تايبك ديث ريسبتور ار ذا تايب 1 من ال من التيومر نيكروسيس فاكتور. اذا انا عندي تي ان اف ومع الفاز، ماشي. الفاز اسمه الثاني اللي هو سي دي اللي هي الكاست اوف ديفرنشيشن 95. تمام. هذول الاثنين. تمام. هذول الاثنين اللي بكونوا وين؟ بكونوا على الريسبتور، بكونوا موجودين على سطح التيومر سيل. تمام. هلا في عندي هاي كونتين اسايتوبلازميك ريجن، في اللي هي ايش اسمها الديث دومين. هلا هذا الريسبتور راح يشبك لي مع ايش؟ مش هو الريسبتور اسمه فاز، راح يشبك مع فاز ليجند. هذا الفاز ليجند وين بيكون موجود؟ على الاكتيفيتد تي لينفوسايت. تمام. هاي الرسمه، هاي عند الافكتور سيل بيكون في عندي على التي لينفوسايت فاز ليجند، وعلى الخليه نفسها بيكون في عندي فاز اللي هو السي دي 95 او ايش تايب 1 من الايش من التي ان اف. حلو. هلا هذول لما يشبكوا لي مع بعضهم البعض، تمام، هاي تي سيل ريكوجنايز فاست اكسبريسينج تارجت، بصير عندي
تصنيع، لو اول ما يشبك وبصير عندي تصنيع لتي سيل بصوره كبيره، فالفاز مولكيول ار كروس لينك باي فاز ال تو اكتيفيت ايش؟ تمام، تو اكتيفيت ايش؟ الكاسبيز 8. ايش يعني؟ اول ما الفاز ال يشبك لي مع الفاز، يعني فاز ليجند مع الفاز نفسه يشبكوا لي مع بعض، مين مين الكاسبيز اللي راح يحفزوا لي اياه؟ 8. قبل كنا نحكي 9، قبل كاسبيز 9. تمام. وحكينا انه انا التي سيل ريكوجنايز الفاز اكسبريسنج تارجت، التي سيل بصلها يعني بصلها تصنيع في هاي المرحله، وبصلها ريكوجنيشن لما الفاز يشبك لي مع ايش؟ الفاز اللي قد يشبك لي مع الفاز. تمام، هيك الفكره بصوره عامه. تمام. ايش كمان؟ بس وهيك الخليه بتروح لعند الابوبتوسيس. هلا هون هاي الرسمه المختصره، هاي الرسمه فيها الشغلتين اللي احنا اخذناهم. احنا مش اخذنا الميتوكوندريال باثوي، وقلنا الميتوكوندريال باثوي بيكون في عندي جروث فاكتور ماشي، او انه اندرول يعني ما مواصلها جروث فاكتور، او دي ان اي دامج. قلنا بروتين مش فولدنج، هذول مين بحفزوا لي؟ البي اتش 3. بي اتش 3 قلنا بروح على البي سي ال 2 فاميلي الفكتور، شو هم؟ الباكس والباك ماشي. تمام، الباكس والباك هذول بيزيدوا البيرميابيليتي تاعت الميتوكوندريا. مين بيطلع؟ بيطلع السيتوكروم سي. تمام. مين اللي بيعمل لي لهم ريجوليشن؟ حكينا تبع وجبتين شاورما باكس لارج. تمام، هذول بيعملوا ريجوليشن. قلنا ما هم مش قلنا هذول لما يشتغلوا بيسكروا لي، او يعني بيحافظوا لي على الاتاتشمنت على السطح الميتوكوندريا انه يضلوا متصل، وبيعملوا لي بلوكينج لتبعات الباكس والباك. هاي هي ماشي. تمام، هلا هون حكينا تبعت الديث ريسبتور اللي هي الاكسترينزك باثوي، حكينا بكون في عندي فاز وتي ان ريسبتور. المهم بحفزوا لي كاسبيز، هون كان نمبر 8 حسب ما بتذكر، او هون نمبر 9، اثنين بيلتقوا مشان يعملوا لي كاسبيز اكتيفيشن. تمام. هلا الكاسبيز اكتيفيشن شو راح يعمل لي؟ هلا احنا وصلنا عند خطوه كاسبيز 9 وكاسبيز 8 هذولا. هلا فكره الكاسبيز شو؟ زي كأنه بتعرف قطع الدومينو اللي لما توقع قطعة الباقي كله بيقع وراها، نفس الفكرة. ف كيف؟ هلا بحكي لكم. بحكي لي إن either pathway after caspase 9 or caspase A is activated بصير عندي cleaves and إيش therapy activates the additional caspases. زي مثل ما قلنا الدومينو، هاي الدومينو هاي تكون قطعة اللي بتوقعها كل القطع اللي وراها إيش بيقعوا. تمام، فنفس الفكرة، هاي بصير لها كليفج بتروح بتحفز لي كاسبيز وراها، والكاسبيز وراها بصير له كليفج بحفز لي البعدي، وهكذا. هلا مين اللي بيتم تحفيزهم؟ كاسبيز 3 و6 و7، هذول هم اللي بيعملوا لي ابوبتوسيس. تمام، هاي ذات كليف نيوميرس تارجت اكتيفيت انزيم ذات ديجريد ذا سيل بروتين اند نيوكليوس. تمام، طبعا بحفزوا لي انزيمات انها تعمل لي ديجريديشن او إن لا البروتين والنيوكليوس. ذا اند ريزلت ان ذا كاركترستيك سيلولر فراجمنت اوف ابوبتوسيس، فهاي هي النتيجة النهائية ماشي. وبصير في عندي ايش؟ بصير عندي الابوبتيتك بودي من اللي هي الفراجمنتيشن اوف ابوبتوسيس. وش شو هي؟ ابوبتيتك بودي. تمام، الابوبتيتك بودي هاي اللي هي اللي راح يصير لها ايش؟ انه يعني بلعمي عن طريق الماكروفيج وهي الاشياء هاي هون. تمام، هلا اتفقنا اخر شيء انه الابوبتيتك بودي هي اللي راح يصير لها انه فاجوسايتوزس. تمام، هلا بحكي لي انه هاي الانتايساي الفاجوسايت باي برودوسينج، طبعا سامحوني اذا في شيء غلط باللفظه، فاجوسايت باي برودوسينج نمبر اوف ايش؟ شيء سيجنال اسمه ايت مي ماشي. هلا احنا مش وصلنا اخر شيء انه عندي وصلنا على مرحله ايش؟ الابوبتيتك بودي. قلنا الابوبتيتك بودي هي اللي بتحفز لي يعني هي اللي بتطلع لي سيجنال. المهم ابوبتيك بادي مش هيك المهم هيها ابوبتيك بادي. تمام، بتحفز لي الجسم انه يعني ياكلها، فاسم من ايت مي كلوني، يعني كانها بتقول لي يا جماعه الخير كلوني ماشي. عن طريق بواسطه اليتين. اول شيء اللي هي الفليبس، اللي بتعمل فليبس للفوسفوليبيد تو ذا اوتر ليفلت، فبتعمل اكسبوجر للفوسفو اللهم صل على محمد، فوسفو هتدل سيرين. تمام، فلما بتعمل لي يعني بت
تعرض لي هذا الجزء من الفوسفوليبيد لبرا اللي هو الفوسفو هيدروكسيلين كانها بتنادي السيجنال. او طريقه ثانيه انها تعمل سكريشن للسوليبل فاكتور. هاي السوليبل فاكتور بتروح بتنادي لمين؟ الفاجوسايتوزس، الاشياء اللي بتعمل الفاجوسايتس اللي هن النيتروفيل والماكروفاج. تمام. طبعا هذا الحكي كله اللي هي انها بتعمل فليب للفوسفوليبيد وبتعمل اكسبوجر للفوسفو هيدروكسيلين هاي وانه سكريت سوليبل فاكتور ذات هاي ريكروت الفاجوسايتس. هذا الحكي هذول النقطتين قبل شو؟ قبل ما انه يصير عندي ممبرين دامج. لا مش حكينا، اتذكر لما حكينا اسرار البيت بتضلها بالبيت وما بتطلع لبرا، نفس الفكره. هذا الحكي زي كانها بتروح هاي سكريت سوليبل وهاي انها بتعرض لي يعني شوي شوي بدون ما ناس يعرف. تمام تمام، عشان تداري على الايش، تداري على المشكله اللي عندها، يعني المشكله اللي عندها. المهم فبحكي انه هذا الحكي كله قبل ما انه الممبرين يصير له دمج وقبل ما انها تعمل ريليزنج للكونتنت وتنتشر المشكله في ما بين الجيران، فبالتالي النت ريزلت انه هون ما بكون في عندي اي انفلاميشن. هلا المورفولوجي، المورفولوجي حكينا انه انا عندي كله حكينا انه انفولف سيجنال سيل اور سمول كلاستر، وعندنا حكينا انه السيلز بتصير شرينكينج رابيدلي ريتين انتر اكت للبلازما ممبرين انتاكت للبلازما ممبرين. تمام، وفورميشن اوف سايتوبلازميك بود وفراجمنتيشن انتو ابوبتيك بود بوديز. حكينا انه اخر شيء بتكون عندي الابوبتيك بودي بعد ما يصير في عندي شرينكج. تمام، وتقطع لي حالها قطع قطع ماشي، بس من دون ما انه تاثر لي على الممبرين العام. تمام، ريتين انتاكت بلازما ممبرين، يعني دون ما تاثر لي على البلازما ممبرين العام. فبتعطيني ابوبتيك بودي. الابوبتيك بودي حكينا هي اللي بتروح بتصير لها فاجوسايتوزز قبل ما يصير عندي اي انفلاميشن. ماشي، وهنا عندي هاي الرسمه ايش بتوضح لي. هاي الرسمه بتحكي لي هاي خليه نورمال. هنا لما صار لها يعني احنا بنلاحظ سويلينج بكون نكروسز، شرينكينج بكون ابوبتوزس. تمام تمام، فهون عندي هاي نكروسز، هون عندي ابوبتوزس، وهون بنلاحظ الابوبتوتيك بودي. تمام تمام، هلا هون عندي ايش بحكي لي انه نكروسز ضد الابوبتوزس. تمام، السيل سايز هون انلارج، سويلينج هون حكينا شرينكينج، النيوكليوس هون مش هون حكينا في عندي ثلاث انماط بيكنوسز كاريوليكسيز وكاريوليسيز. هنا لا، هنا النيوكليوس بصير له فراجمنتيشن انتو نيوكليوزوم سايزد فراجمنت، يعني كله بصير له فراجمنتيشن يعني بصير قطع من النيوكليوزوم. البلازما ميمبرين شلون حكينا بخرب، هنا لا قلنا بضل انتاكت بضل متصل. تمام، وممكن انه يعمل لي التر للستركشر سبيشالي اورينتيشن اوف ليبيد، ممكن انه يعني هو اوكي انتاكت بس انه يعمل لي اورينتيشن للليبيد اللي هي ايش حكينا، اللي هي خطوط الفليب اوف ذا فوسفوليبيد اللي مشان يعرض لي الفوسفوهايدروكسيلين ذكرناها. تمام، السيلولر كونتنت هون عندي انزيماتيك ديجستشن ميك ليك مي ليك اوت اوف ذا سيل. هون اللي حكينا اللي هي احنا مش قلنا النكروسيس هاي اللي بتطلع مشاكلها لبرا، فالانزيماتيك ديجستشن بتطلعها لبرا. هون لا انتاكت مي بي ريليز ان ابوبتوتيك بودي. ماشي، الابوبتوتيك بودي هي بتطلع لي بالخفاء بعض المواد اللي بتنادي لي الفاجوسايتس. الادجيكنت انفلاميشن حكينا هون فريكوينت، هون ما في عندي انفلاميشن. الفيسيولوجيك او باثولوجيك رول حكينا النكروسيس بس يعني باثولوجيك 1. ماشي تمام، وحكينا هو ايش هاي كلمنتيشن اوف ايريفرسبل سيل انجري، يعني هو ايريفرسبل سيل انجري. بينما الابوبتوسيس ايش بكون؟ بكون على الاغلب فيسيولوجيك. ماشي، فبالتالي انا بدي اتخلص من انوونتد سيل. ماشي، او ممكن يكون باثولوجيك بعد بعض الانواع من سيل انجري، بالذات الدي ان اي دامج والبروتين دامج تبعت المس فولدنج. تمام تمام، هلا في عندي بعض الانواع الزياده غير عن النكروسز والابوبتوسز. بعض الباثوي ممكن الخلايا تسلكها اثناء يعني مشان تموت غير نكروسز والابوبتوسز. في عندي شيء اسمه نكروبتوسز، يعني ما بين هاي الفيوتشر بوث نكروسز وابوبتوسز. تمام، بدايتها بتكون ابوبتوسز ونهايتها بتكون نكروسز. هاي فانيشيتد باي ايش؟ هاي انجيجمنت اوف اللي هي تي ان اف، فبدايتها ايش؟ ابوبتوسز، لانه تبلش في التي ان اف ريسبتور. هاي الريسبتور بتعمل انتر اكتنج مع بروتين هو اسمه الار اي بي كاينيز ار ان اكتيفيتد ار اكتيفيتد. تمام، بعدين تعمل لي هون المشكله انيشيشن للديسوليوشن اوف ذا سيل زي النكروسز، يعني الخليه بصير لها ديسوليوشن.
يكون الابوبتوسيس مفسد سوليوشن للخلية. السد سوليوشن هي النكروسيس. فبدايتها تاعت التي ان اف والتفاعلها مع البروتين كاينيز والحالة حالة، هاي كان بدايتها شو؟ ابوبتوسيس. نهايتها كانت نكروسيس. تمام تمام. في عندي بايرو البايروبتوسيس. البايروبتوسيس هون الدكتور حكت يعني مش كثير لازم ندقق انه نفهمها مظبوط، بس الفكرة انه انا بدي اعرف انه بايرو معناتها فاير. فاير يعني حرارة، يعني لها علاقة بالفيفر. تمام الفيفر وهي بكون فيها هون انفلاميشن وابوبتوسيس. فهذول ثلاث كلمات مفتاحية لها: فيفر، انفلاميشن، ابوبتوسيس. تمام. وهي يوزد باي ايش؟ انفكشوس مايكروب. ماشي. وهي activation of a cytosolic danger sensing protein complex ايش اسمه؟ انفلامازوم. هاي ماشي تمام. اذا هاي تعمل activation لا complex ايش اسمه؟ انفلامازوم. هاي ماشي. وهي بايرو من الفاير من الفيفر. تمام تمام. وحكينا used the infection microbe ولها علاقة بالinflammation والapoptosis. الاوتوفاجي ان هي تاكل حالها self eating. ريفير لايش؟ انه لايزومال دايجستشن اوف ذا سيلز اون كومبوننت، ان هي نفسها تطلع لي لايزومال الانزيم اللي هي اللي الانزيمات اللي بتكون موجوده باللايزوم تطلع وتاكل حالها. فطبعا هاي متى ركزت كثير على هاي الفكره انه هاي بتصير في حاله النيوتريشن ديبريفيشن. تمام تمام. وهذا عباره عن سيرفايفل باثوي، لانه خاصه بتكون انه يعني ما في مجال الا انها تاكل حالها. هاي الطريقه. هاي الطريقة هون بكون عندي السيتوبلازميك أورجانيلز. تمام. بكون عندي نيوتريشن ديبليشن، نيوتريان ديبليشن أو هاي نيوتريان ديبريفيشن. ماشي. بصير عندي أوتوفاجي سيجنال، تطلع السيجنال هاي بصير عندي فورميشن أوف إيش؟ أوتوفاجيك فاكيول. تتكون الفاكيول حوالين السيتوبلازميك أورجانيلز. بعدين مين اللي بيجيني؟ بيجيني اللايزوزوم. تيجي اللايزوزوم تعطيني الإنزيمات تبعونها وبيحللوا لي السيتوبلازميك اورجانيلز. تمام. فانزيم هاي دايجستشن للكونتنت، وهاي بستخدمها كايش؟ كسورس اوف نيوتريانت. خلص انه بتاخذها كمصدر انه للغذاء، خلص انه هاي الخليه اصلا هيك هيك ميته وحالتها حاله، فبتصير انه يعني تتغذى على حالها، انه بعض الخلايا تقتلها ماشي وتعمل لها اوتوفاجي وبعدين الناتج تاخذه كنيوتريانت. ماشي. لهيك انا استخدمتها في حاله نيوتريانت ديبليشن. وهيك اتوقع بنكون خلصنا السلايد. تمام. بعتذر على اي غلط غير مقصود، ويعطيكم الف 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 عافية.